بعد محمد اولاد. لاحظوا اللاعب الناجي العربي هنا المراوغه والناجي العربي. الحكم اكيد السلطه التقديريه كلها للحكم محمد اولاد. كاين في ضربه الجزاء وكيسجل الهدف الاول لفائده فريق الوداد اللي كيجي. تابعوا من جديد محمد اولاد كيختار الجهه اليمنى والحارس عبد العالي المحمدي في الجهه اليسرى وتقدم فريق الوداد بهدف لا شيء. هناك احتجاجات من الطاقم التقني